ممتاز. اسمه احمد رفعت، مهندس كبير، خريج جامعات امريكا وانجلترا. هايل جدا، عنان مش هتلاقي فيه ولا عيب. وما افتكرش يا بابا هترفض ده كمان، ما افتكرش. لا افتكري. يعني ايه؟ مش هترضى؟ قال مع علمك، انت عارف عنان مخها متركب شكل تاني. الموضوع ده متغير كتير. الحمد لله. تعال. اوعى بنت جديدة من بنات أفكارها. أخيراً بنت جديدة من بنات أفكارها. يا جدو يا جدو يا روح جدو يا روح جدو. من فضل حضرتك بنتي ألحق المطبع أرجوك. لا عريقك واستنى شوية لحد ما نتمتع بالدرر. أيوة امسك اللفة. أضنيتني بالهجر ما أظلمك. يا عيني فارحم عسى الرحمن أن يرحمك. يا روحي مولاي حكمتك. حكمتك صح. مساء الخير يا ليلى، ازيك يا جاي؟ مساء الخير يا علاء، وحشتنا قوي يا اختي. من فضل حضرتك تخلصي لنا القصيده جايه قبل ميعاد صدور المجله ولو بيوم واحد. مش كل مره تكسري احصابنا. من فضل حضرتك ما اقدرش اظبط الوحي بتاعي على ميعاد المجله. متشكر جدا. سلام عليكم. سلام عليكم. كامل وليلى عايزين يكلموك في موضوع مهم. اتفضلوا. والله اذا ما وافقتش المره دي بزنبها على جنبها. تعال. انا احيي عبقريتي. من شبه اباه فما ظلم. بنت ابوك الصحيح. دلوقتي فاضل كام قصيده وتنتهي من الديوان؟ فاضل كفايه بقى كلام في الشعر العبقري. امال عايزني اتكلم فيه؟ نتكلم في حياتك في مستقبلك كده. انت عندك خطه جديده بخصوص مستقبلي؟ علان الحكايه باختصار كده، احمد رفعت مهندس كبير، مركز عظيم، مثل اعلى للشباب المكافح. مال انا شايف انه هيعجبك قوي. انا مش فاهمه حاجه، هو عايز مني حاجه؟ عايز ما انت عايز ايه؟ قول. عايز بقى عايز بصراحة كده عايز يخطبك. ياه طب ما تقولوا كده من بدري. وكمان عاوزين نقابلك بيه بقى علشان شخصيته. ايه شخصيته؟
شخصي كبير مهندسي الميكانيكا والكهرباء، مرتب 150 الف شهر كامل، فيلا في مدينه كامل. الجواب على قد السؤال. شخصيه احمد رفعت ايه؟ اخلاقه عاليه جدا. يا سلام، افهمني يا اخي، اتجاهاته الشخصيه ايه؟ بصراحه انا مش فاهم. فنان يعني؟ يا فندم قلنا انه مهندس. يا سي كامل، علان اديبه فنانه شاعره، ولازم جوزها يكون اديب وفنان وشاعر. والله بقى المساله دي ما سالناش فيه. اللي نعرفه ان ده راجل مدي كل وقته لشغله. يا سلام، يعني من شغله البيت ومن بيته لشغله. اظن بقى مفيش احسن من كده. اعوذ بالله، ده مفيش اوحش من كده. شيء غريب، الراجل اللي زي ده ما يبقاش عنده تجارب في الحياه. يبقى انا بقى مش فاهمك خالص. يا سي كامل، عنان عندها حق. نعم. الراجل المجرب لما يفكر انه يتجوز يبقى خلاص شرع من الدنيا وعايز يستقر، ودايما بيبقى زوج مثالي. كل ده كلام ملوش معنى بالمره. احنا مش هنجوز سمك في ميه. عنان لازم تقابله علشان تشوفه وتدرسه كويس قوي. بس هتقابله فين؟ انا اقول لكم، عند خديجه هان. مين خديجه هان؟ اتعرفت بيها عن طريق كامل وعيلته. ست محترمه جدا، هناخد عندها الشاي بعد بكره. وعلى فكره معجبة بيكي جدا جدا ونفسها تتعرف عليكي. وكمان هيكون موجود احمد رفعت. تيجي معانا يا عنان؟ ده انتوا رسمين الخطة كويس قوي. خص عليك يا عنان، عاوز نفرح بيه. قلت ايه؟ ما عنديش مانع ولو ان طريقتك مش عجباني. ليه؟ بتفكرني بالخطبة ايام زمان. مفيش شك ان طبيعة الجو في اي بلد من البلاد بيساعد جدا على الانتاج. مثلا في انجلترا. اتفضل يا فندم. متشكر قوي. العفو. مثلا في انجلترا الظاهر ان انا دوشتكم شويه. بالعكس، ده كلام مسلي جدا جدا جدا. الا يا استاذ احمد، ايه رايك في المسرح الانجليزي؟ المسرح؟ اسف، انا مش مهتم ابدا بالنواحي دي. أنا شفت رواية واحدة في الأربع سنين اللي قعدتهم هناك. سامع؟ الله، دي القصيدة الأخرانية بتاعتك. أيوة. بيني وبينك خرجت قبل الرواية ما تخلص. عن إذنكم، مين اللي بيغني ده؟ ده مختار، مختار ابن أختي. مغني؟ مغني وملحن، بيلعب سباق، بيلعب بوكر، بيصطاد بط، مفيش حاجة ما بيعملهاش. قلتلي مختار ايه؟ مختار رضوان. انا بيتهيألي سمعت على الاسم ده قبل كده. ضروري، دي اخباره مالية البلد. عرفته، ولو اني ما شفتوش. انت عايزة الحق، مش هو ابن اختي وانا اللي مربياه؟ قلة معرفته احسن. مش عكس، انا يهمني ان اتعرف عليه. بس ايه اللي هتكسبيه؟ دي سمعته. الجدع ده رزقه في رجليه. مش
بطال. ايوه فندم، بس ده شغل هو. لكن في حاجة، المقدمة الموسيقية بتمهد لجو القصيدة، واللحن، اللحن بيصور معاني الكلمات بشكل واضح. حضرتك لازم درست موسيقى. لا انا بسمع بس. غريبة، بس الكلام ده انا عمري ما فكرت فيه ابدا. ده الدليل على انك فنان موهوب. الموضوع بقى جامد قوي. يصح يكون الشعر الرقيق هو اللي عجبك، واللحن كمان جميل. متهيأ استأذن انا بقى. والكلام، الكلام كمان بديع. يعجبك؟ اعجابي بيه هو اللي مخليني احاول الحنه. ده شعر فنانة كبيرة خالص اسمها عنان، ما سمعتيش عليها؟ سمعت. بتكتب بإحساس غريب خالص، كل سطر مليان عاطفة، وكل معنى بيوصل للقلب على طول. ويا ترى هي تعرف رأيك فيها؟ ما أسعدنيش الحظ وتعرفت عليها لسه. وتعرف عنها إيه كمان؟ أعرف عنها إنها محررة في دار أخبار اليوم، وإنها بتحل مشاكل القراء، وبتكتب شعر غناء. بس يا خسارة، غنوة واحدة كل شهر، وأفضل مستنيها على نار. ده أنت معجب بيها قوي قوي. طب ليه ما حاولتش تتعرف عليها؟ ما خبيش عليك، هي حاولت تتعرف عليا بس أنا ما رضيتش، أصل خفت. خفت من إيه؟ من الصدمة. وليه ما تصور إنك هتاخد صدمة؟ أقولك، الست دي أنا كونت عنها في خيالي صورة مثالية، فن، فكر، كمال، جمال، يعني إنسانة فوق مستوى البشر. وخايف لو قابلتها تتشلفط الصور دي كلها، تطلع لي مثلا واحدة مغرورة تافهة، ولا ست عجوزة تخلفني وعاملة لي بيت 16 سنة. أنا مستعدة أعرفك بيها. لا بلاش وحياتك. لا أضمن لك إنك مش هتاخد صدمة. أنت تعرفيها؟ هي موجودة هنا. مش معقول. تعالى بعرفك. لا بلاش وحياتك. ليه؟ أنت لسه خايف؟ أيوه. طب وصفيها لي. هي يا سيدي تشبه لي كتير، لو شفتها ما تفرقهاش عني. نفس الطول، نفس الشعر، نفس الملامح. يعني أختك مثلا؟ تبقى أنت. ده مش ممكن، مش معقول. ليه؟ كل شيء جايز. وانا برضو دلوقتي خدت صدمة تانية. تاني؟ ليه؟ لانك اجمل بكتير من الصورة اللي كنت راسمها في خيالي. لا انت بتبالغ قوي. انا مهما بالغت مش ممكن اصور الحقيقة. انا سهل بعرفك بقالي سنين. لاحظ ان احنا تعرفنا من دقايق بس. انا عرفتك مع كل سطر كتبتيه. وانا تعرفت بيك مع كل مغامرة سمحتها عنك. يبقى بقى رأيك فيها وحش جدا. بالعكس، اللي بستغرب له انه واحد زيك عنده الشباب والفلوس والفراغ، وفي نفس الوقت عنده الموهبة الرقيقة دي. انت هتخليني اصدق ان انا فنان كبير؟ انت ممكن تبقى فنان كبير. اللي بستغرب له ازاي حابس الموهبة دي عن الناس. يا خبر، يعني انت عايزاني احترف؟ لا يا هانم، انا عمري ما فكرت في الموضوع ده. لازم تفكر وتعرض فنك للناس ويقولوا رايهم. لا 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 وحياتك، بلاش الكلام في الموضوع ده. انا صحيح ساعات اغني في الحمام ويتهيالي ان صوتي جميل. تسمح لي اقول لك كلمه وما تزعلش؟ ابدا. انت انسان اناني افندم. الفنان ما يبقالوش وجود الا اذا خدم المجتمع بفنه. وافرضي فني ده ما عجبش المجتمع؟ مفيش يأس مع الحياة، لازم تكافح لغاية ما توصل بفنك للكمال. لازم تدخل التجربة وتغلط وتستفيد من أخطائك. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة، فكر في الكلام اللي إحنا قلناه. أنا سعيدة جدا. أمال أنا أقول إيه؟ على الآن. احنا مش هنشوف بعض تاني ولا ايه؟ تحت امرك. طب امتى وفين؟ مكان ما تحب وقت ما تحب. عندي في البيت، في المكتب،
زي ما انت عايز. مع السلامة. مع السلامة. يعني ما قلتليش. انسان ممتاز. يعني موافقه؟ موافقه عليه. على انك تتجوز احمد رفعت. هتجوز احمد رفعت؟ مش خبرش كلام فات. صباح الخير يا ادريس. اهلا عبد الكريم. ساعه القاهره العاشره تماما. اسمع تبقى صح الاستاذ وتقول له يلبس بسرعه احسن. برنامج النهارده مليان اشغال ومواعيد ومقابلات وزيطه. ولا اطلع انا صحيح. ايه ده هو صحي؟ الاستاذ قاعد يلحم من 8 صباحا. ايه اللي جرى في الدنيا؟ انا عارف يا اختي. سلامتك. كنت سهران طول الليل؟ عندك فكر؟ ده لازم داخل على حب جديد. هو ده. البنت بتاعت امبارح. بنت ايه يا حلوة؟ ما تقلش انها حلوة بس من خيرها فوق شوية. صباح الخير يا جماعة. يا عاش من شافك يا عم. انت كنت فين؟ انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ كنا بنقول انها طلع فيها حبتين. قول شخصيتها قوية، ذكائها خارق، ثقافتها عالية. ايه ده كله؟ اقولك الحق يا نادية، انا في حياتي ما صادفتش انسانة بشكل. وانا بقى لسه في حياتي ما شفتهاش في غيبوبة بالشكل ده. لازم بقى تعرفني عليها. وبعدين معك بقى يا نادية؟ علشان ابارك الحب الجديد. يا ست نادية انت مفروض تحافظ عليه مش تغرقيه. انا فعلا عاوز احافظ عليه. انا عاوز احطه في عيني. لو لقيت سعادته مع واحدة تانية تقدر تعمل اللي انا ما قدرتش اعمله عشانه، اكون اسعد واحدة في الدنيا. دخلنا بقى في المواضيع العاطفية وهنسيب المواضيع المهمة. نشوف بقى برنامج النهاردة احسن زحمة خالص. شوف يا سيدي، حصانك المفضل عنتر عنده ارتكاليا وبيهرش، والدكتور لازم يشوفه النهاردة. بلاش النهاردة. بلاش النهاردة. في معاد الساعة 3 عشان بركيت البريتج. الغيها. الساعة 4 صباحا رحلة صيد سمك. مفيش لزوم. مفيش لزوم ازاي؟ ده انت اللي عازم الشلة. اعتذر لهم. اسمع يا عباس، انا من النهاردة ورايح هعمل لحياتي برنامج جديد خالص. على فين يا نادي؟ انت داخل على حب جديد، لما ينتهي على خير وتلاقي نفسك فاضي الشهرة صغيرة وانا تحت امرك. باي باي. اسمها ايه؟ عنان. عنان. معلش شدة وزي يا غيرها. الساعة 6 في ندوة جمعية النهضة المسائية. الساعة 8 اجتماع جمعية عمومية في نادي الخريجين. من فضلك الغي ميعاد 11:30 لان ارتبطت مع واحدة ست صاحبة مشكلة. حاضر يا فندم. ميرسي. انت بتجيلي نفسك الشغل زيادة عن اللزوم يا استاذ. العمل سر وجود الانسان. فعلا، خصوصا اذا كان عمل انساني زي اللي بتقومي بحضرتك. تحلي مشاكل الناس وتخففي ألمهم وتنور لهم الطريق. سعادة الإنسان في إسعاد غيره. اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. أنا صاحبة المشكلة. وأنا مستنياك. متشكرة. العافية. أنا عندي 4 أولاد. أيوة لا مؤاخذة. ألو مين يا فندم؟
اهلا استاذ مختار. اهلا اهلا. اهلا بيك يا فندم. انا اسف لازعاجك لكن اعذريني، اصلي خلصت الحين بقيت القصيده ومش قادر اصبر، نفسي اسمعها لك واستنير برايك. اشكرك جدا على التقدير ده، ويسعدني جدا ان انا اسمعك. العافيه يا فندم. طيب ممكن تسمحي وتشرفيني بزياره؟ والله ما اقدرش اقول اه، اصل يعني سمعتك يعني. ايوه عارف، مش ولا بد. طب ايه رايك لو نتقابل في مكان تاني؟ تحب نتقابل عندك ولا اقول لك مش عندك؟ انا افضل ان احنا نتقابل على ارض محايده. ايه رايك لو تقابلنا عند طنط خديجه مثلا؟ بكل سرور، انا هخلص شغلي الساعه واحده، هكون عندك واحده وربع بالسبت. مع السلامه. فرحت لك جدا. على ايه؟ على نجاح الجزء الاول من الخطه. قلت لي انت؟ طيب ما عنديش اي مانع. الو طنط خديجه، انا مختار. الحمد لله زي البوم. انا عازمك على الغدا النهارده يا طنط. وايه المناسبه؟ اصطدت سمك؟ طب ما اجيب السمك وتيجي انت تتغدى معايا. ما ينفعش يا طنط، اصل عازم ناس اصحابي ولازم تكوني موجوده عشان تشرفي على الحفله، وارجوك تكوني موجوده قبل الساعه واحدة. ربنا يخليك يا طنط، مع الف سلامه. الف خراب ابيض عليه يا بني ادم. على نجاح الجزء الثاني من الخطه. يما استعد استعد. اقعد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا سعيد جدا. شكرا قوي. اتفضلي. ايه المفاجأة دي؟ قول لبعض اصدقائي من الهواء زي جم عشان يقولوا اللحن معايا ولحقوا يحفظوه. النوتة بتسهل كل حاجة. اه دي حاجة عظيمة قوي الحقيقة. اتفضلي يا فندم. امال طنط خديجة فين؟ زمانها جاي. طب تسمح بقى تسمعني؟ على طول. استريح يا فندم. ميرسي. يا فديك من
قبلات الهوى مكان أحلى قبلات الهوى إن كنت لا تذكر فاسأل فمك وطنت خديجة اتأخرت زمانها جاية حالا
يا ريت تتأخر شوية كده عشان نقعد لوحدينا. يا سلام، أما أنت فهماني بشكل جدا. أنا متأسف. ليه؟ يظهر إنك زعلت مني. أبدا. صحيح؟ ده وضع طبيعي بالنسبة لك عشان أنت متعود على كده. على فكرة ما قلتليش، إيه رأيك في اللحن؟ خسارة. خسارة؟ خسارة ليه؟ يبقى عندك الموهبة العظيمة دي وتضيع وقتك في حاجات تافهة، خسارة. إزاي؟ أنت عايش حياة ملهاش هدف. لكن أنا سعيد جدا كده بحياتي هنا. أنت بتضحك على نفسك. عارف؟ أنت بتدور على السعادة ما أنتش لاقيها. ومش هتلاقيها أبدا. غريبة. وعرفت ازاي؟ يا استاذ دي شغلتي. طب اعمل ايه؟ تركز كل تفكيرك في الموسيقى ونتنبأ لك بانك هتكون من اكبر موسيقيين في البلد. هحاول. لا، تاخد الحكاية جد. حاضر يا فندم. ودلوقتي استأذن انا. اكيد حصل في عقلك حاجة. يا طنط انا بكلمك وانا في كامل قواي العقلية. انا عايز اتجوز عنان. يا راجل فوق لنفسك. وعايزك انت تروحي حالا تخطبيها لي. متأسفة يا مختار، ما اقدرش اكسف نفسي مع ناس ما فيش بيني وبينهم الا كل احترام. قد كده ما عندكيش ثقة فيا؟ ايوه يا مختار، لانك ورطتني قبل كده بدل المرة 10. بس افهميني، المرة دي انا اتغيرت خالص. متهيألك. يعني بتتخلي عني يا طنط؟ متأسفة يا مختار، ما اقدرش اضمنك. واحد بره عايز يقابل حضرتك. ما قالكش مين؟ بيقول صاحب مشكله. خليه يفضل. حضرتك اتفضل. عن اذن سيادتك، انا عندي مشكله عويصه مش لاقي لها حل، محيراني. طب اتفضل استريح. اشكرك. مفيش مشكله ملهاش حل، وعشان كده جيت لك عشان تساعديني. تحت امرك. يعني انا هانم. انا انت ايه؟ أنا عشت حياتي بالعرض، يعني سهر قمار فراغ إلى آخره إلى آخره. أيوه إلى آخره إلى آخره. وبعدين؟ لحد ما قابلتها. وحصل لك إيه؟ غيرت فكرتي عن الحياة كلها. ياه، للدرجة دي؟ لأول مرة في حياتي أصادف إنسانة تفكيرها أسلم من تفكيري. اتعلمت منها حاجات كتير ما قدرتش أتعلمها طول حياتي. ومن ساعة ما افترقنا وانا حاسس اني تايه، ناقصني حاجة. ويا ترى الاحساس ده صادق ولا نزوة من النزوات اللي مرت بيك قبل كده؟ انا قعدت الليلة بحالها افكر وخرجت من تفكيري بنتيجة واحدة. ايه هي؟ انها بتكملني ومش حاضر اعيش لحظة واحدة من غيرها. ده كلام جميل. ايه بقى المشكلة؟ المشكلة اني لسه مش عارف شعورها من ناحيتي. ما قدرتش تعرف منها؟ كل اللي عرفته انها بتحب فيا استعدادي الفني. اصلها بتكتب شعر، شعر رقيق رقيق قوي. خلاص، مادام في توافق روحي بالشكل ده يبقى هي عندها كمان استعداد، ويمكن تكون بتبادلك نفس الشعور. أنا متشكر، متشكر جدا. بس أنا غلطت معاها غلطة. يا ترى هتسامحني؟ اللي بيحب دايما بيسامح، وخصوصا أنا عارفة إنك فنان، وكل فنان له مزاواته، وهي كمان فنانة وبتحبك، ومادام بتحبك تبقى هتغفر لك كل ماضيك وهتبتدي معاك حياة جديدة. أنا أسعد إنسان في الدنيا. سؤال أخير.
تفتكري لو تقدمت لها دلوقتي ترضى تتجوزني؟ ده مجرد سؤال؟ ايوه يا فندم سؤال. افتكر مش هتقول لا، بس يعني مش ملاحظ كده انك متسرع شوية؟ انا انت متسرعة اكتر مني. أنا. نعم بابا. انا جايب لي خبر مدهش. ميرسي. اعصابك كويسة؟ كويسة جدا. مختار رضوان. مختار رضوان؟ مال؟ تحت. اهلا وسهلا. ايه يعني ما سألتنيش جاي ليه؟ اه صحيح، جاي ليه يا بابا؟ جاي علشان يخطبك. يخطبني؟ طب وماله؟ وماله؟ وماله ازاي؟ من حق اي انسان انه يتقدم لاي واحدة عشان يخطبها. ايوه لكن ده اكبر خلبوس في البلد. مين عارفة يا بابا؟ عارفة؟ على عموما انا جيت اقولك قبل ما زحلق. وليه تزحلق؟ لان طلبه مرفوض طبعا. بالعكس. بالايه؟ قصدي لو ما كانش عندك مانع يعني. تتجوزيه؟ بالرغم من انه بوهيمي ودار على حل شعره واخلاقه زي الزفت. بابا مختار بذرة كويسة، بس عايز الرعاية والارض الطيبة. وافتكر دي وظيفة اي ست ليها هدف في الحياة. يا سلام، دايما تقنعيني. بالمنطق يا بابا. يعني خلاص موافقين. دي حاجة تجنن. مع السلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. طرفاوا البنين يا أولاد. مع السلامة. مع السلامة. عشان تقولي معاكم حاجة حلوة. الفجر حاضر ولا ايه؟ حاضر ايه الساعة 10 حبيبي؟ ادخل. يا فندم. من فضلك ابعت ده مسجل. حاضر يا فندم. حضرتك بتبعتي جوابات لمين من ورايا؟ ياي انت زبطتني؟ ده شغل المجلة، برد على مشاكل القراء. قراء؟ والجوابات دي كلها كتبتيها امتى؟ في الفجر، قمت فضلت اشتغل لغاية دلوقتي. لا، أنا مش موافق على كده أبدا. أنا خلاص، زعلت. ليه يا حلوة؟ بقى سيبيني نايم لوحدي في السرير وتروحي للشغل. دي تبقى خيانة زوجية. الشغل له حقوق عليه. شغل شغل. أنا خلاص ابتديت أغير من الشغل ده. حبيب قلبي، العمل عبادة يا رب. طبعا كلامي مش عاجبك، إنما لو كنت بتشتغل كنت تحس بلذة الدنيا شكلها إيه. هو أنا ما بشتغلش؟ طب ده أنا من يومين قعدت أضرب عود يجي ثلاث ساعات، ده مش يبقى شغل؟ أنت بتسمي ده شغل؟ أنت بتسلي نفسك يا حبيبي. أنا بشتغل لخدمة المجتمع. ميزة العمل إنك تفيد وتستفيد. أنا حط نفسك مطرح. هو معقول أخرج من الجنة اللي أنا فيها دي عشان أشتغل؟ طبيعي جدا، لو الواحد قعد طول حياته في الجنة هيزهق، هيطق. حد يزهق من الجنة؟ آدم وحواء خرجوا منها نفس السبب. آدم خرج عشان حواء هي اللي خرجته. مش جايزة عملت كده عشان مصلحته؟ مش فاهم. لو كانت حواء قعدت آدم جنبها لا شغلة ولا مشغلة كان بقى الكون فاضي، مفيش حياة.
كل ما احس اني ابتديت افهمك اكتشف اني لسه مش عارفه. بالعكس يا حبيبي، انا انسانه واضحه جدا، كل اللي بطلبه منك انك تفكر شويه في سر وجودك. سر وجودي؟ انت سر وجودي. هو ما فيش حاجه بتفكر فيها ابدا غيري انا بس. يشتغل لسه نايم في العسل. وهتعملي ايه؟ رسمت له حته خطه. ابتديت التنفيذ من النهارده. ربنا يستر. قول لي يا عباس، كله تمام؟ تمام التمام. يعني هتكون مفاجاه ساره لعنان؟ مفاجاه علشاني طبعا. فين؟ في البيت. باي 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 باي. مع السلامه. اتفضل. شكرا. افتح يا سمسم. هيلا ميرسي يا حبيبي. لا لسه ما جاش. غريب. ايه الشله كلها مستنيه جوه. اتفضل. السلام عليكم. السلام. انت فين يا استاذ؟ لسه عامل عريس يا اخويا. حد يعمل في نفسه كده يا ابني. عقبال ما افرح فيكم جميعا يا رب. معقول؟ حاضر يا سيدي. ليه الدعوه دي؟ Now we are going to play some cards. العب بقى. اوكي. اسمع يا سيدي. ماشي. ايه لسه ما جاتش يا فندم. انا باص. 10 جنيه. انا اقول صندل 65 جنيه. صندل 95. شفتوه؟ انا باص. 75 75 95. اديني كارت واحد. كارت واحد. سعيد يا جنيه. بس فوق ولا تحت؟ لا يا فندم، ده كنت لعب مع اصحابي. انا اوضه ايه؟ اوضه الله. قول اس ما ينفعوش يا اخ. اربع ارواح يا عيني. محدش قادر يا حبيبي. هات باذن الله. ادريس ادي خبر الاستاذ. انا فوق. حاضر. الست جت وطلعت فوق يا فندم كده. ايوه. طيب بس لما عن اذنكم دقيقتين هرجع حالا. اتفضل. الجواز ده وحش بشكل. الظاهر ما بقناش عيش هنا. شايفين معاملة الست يا اخوانا؟ دي حاجات في الاول بس. اتأخرت ايه؟ كان عندي شغل. يعني
الشغل ده أهم مني؟ والله الشغل ده أهم حاجة في الدنيا. أنا شايف إن الشغل ده حينغص حياتنا، وعشان كده لازم تبطلي الشغل. إذا كانت حياتنا تهمك ومستقبلنا يهمك. أسفة جدا، قبل كده قلت لك إن أنا مش ممكن أتخلى عن عملي. حتى لو كان ده على حساب سعادتنا؟ أنا مش من رأيك، إحنا ممكن نبقى أسعد اتنين في الدنيا. إزاي؟ أنت مش حاسة إنك بتهمليني؟ مش شايفة إن من يوم ما اتجوزتك وأنا حياتي ما اتغيرتش؟ نفس الوحدة المملة، نفس الفراغ اللي يقتل. والله ممكن تملى الفراغ قبل ما يقتلك. أملى الفراغ؟ أملى الفراغ بإيه؟ بمين؟ تشتغل يا أخي. شغل شغل شغل. أنا قلت لك 100 مرة قبل كده مش عايز أشتغل. خلاص أنا آسفة، آسفة جدا، أنت حر في حياتك. عنان، أنا ما أقدرش أبقى حر في حياتي، لأن حياتي بقت مرتبطة بحياتك. كلام جميل. نبتدي بقى ننظم حياتنا عشان ما نختلفش. إزاي؟ أنت عيبك يا مختار إنك مشتت، بتضيع وقتك في حاجات كتير ملهاش لازمة، زي السبق والبريدج والصيد والقمار. وعندك فكرة تحل المشكلة دي؟ طبعا، حلها في منتهى البساطة. تركز تفكيرك في عمل واحد، عمل مفيد. زي ايه مثلا؟ انت عارف قصدك. المزيكا طبعا. الفن يا مختار، انت ربنا مديلك موهبة، حرام تقتلها، لازم تستغلها. انا شخصيا مؤمنة بيك. انت بتقولي كده بس عشان بتحبيني؟ بالعكس، انا نظرتي ما تخيبش ابدا. انا عارف انت ممكن توصل لحد فين. انت كل اللي ينقصك الايمان، ايمانك بنفسك وبفنك. حاول يا مختار، حاول علشان خاطري، وانا هقف جنبك وهساعدك. هتعملي ايه؟ هفاجئك باللي هعمله. ايوه بس اعرف افهم. كل الدجا مات، كل الدجا مات، كل الدجا مات، كل الدجا مات، مات شهيد بالوفا فانصر على متأثر بالموسيقى الشرقية القديمة. ده لأن طبيعة القصيدة فرضت عليه اللون الشرقي ده. هو لحن شرقي جميل، لكن ما نقدرش نعتبره أساس للحكم عليه، لازم نسمع منه حاجة عصرية عشان نقدر نعرف هو متطور ولا لأ. اللي عايز أعرفه، الموهبة موجودة ولا لأ؟ موجودة بوضوح وإحساس صادق يوصل للقلب بسهولة. يا سلام، أنا سعيدة جدا إني بسمع الآراء الجميلة دي من فنانين ونقاد كبار زيكم. أشكركم جدا على التقدير العظيم ده. عن إذنكم. أنا آسف يا حبيبي، أنا قصدي كنت أعمل لك مفاجأة لطيفة. يا فعلا لطيفة جدا. اثبت لك ان الناس هتقابل فنك بمنتهى التقدير. يا ستي انا متشكر جدا لاهتمامك الزايد بيا، بس ارجوك سيبيني اعيش حياتي زي ما انا عايز. انا اسفه كمان مره، بس مش ملاحظ انك احرجتني واحرجت ضيوفي. حاضر يا فندم، هطلع اعتذر لهم. اسف يا حضرات، انا اتصرفت كده في لحظه غضب، لأن عمري ما فكرت إني حكون فنان في يوم من الأيام. ليه يا أستاذ مختار؟
انت عندك استعداد كبير جدا. معلش بس انا ليه رأيي الشخصي وحفضل مصمم عليه على طول. ممكن اكون بكلمك وانا نايمة. فاتتني وقلقانة لي. اقدر اسألك نفس السؤال؟ انا كنت بفكر في ايه؟ تفتكر ان احنا عملنا غلطة لما اتجوزنا بعض؟ اسأل نفسك. أنا حاسس إن شعورك من ناحيتي اتغير كتير عن الأول. وإيه اللي خلاك تشعر بكده؟ حاجات كتير. إحنا من يوم ما رجعنا من شهر العسل وإنتي مش مهتمة بيا، بتحاولي دايما تبعدي عني، وأخيرا ما بقيتيش تحترميني زي الأول. فكرك كده؟ طبعا حاجة واضحة زي الشمس، والدليل على كده اللي حصل النهاردة. حضرتك عايزه تمشيني على هواكي وتفرضي عليا وضع انا ما اقبلوش. الوضع اللي مش عاجبك ده، ده وضع اي راجل بيحترم نفسه ولو كيان في المجتمع. يعني ايه؟ يعني انا ماليش كيان؟ انت ازاي تكلميني باللهجه دي؟ لازم تعرفي اني ما اقبلش على نفسي انك ترسمي لي حياتي وتحددي لي تصرفاتي. انا كمان ما اقبلش على نفسي ان اكون زوج الانسان عاطل. انت قليل الادب. بتقول ايه؟ انت سمعتي كويس، وانا اسف جدا لان احترامتك زاد عن اللزوم، وكنت مغفل لما افتكرت انك ست كامله ممكن تحترمي الحياه الزوجيه. ودلوقتي عرفت الحقيقه؟ بكل اسف احنا حياتنا مش ممكن تستمر بعد كده. يا سلام، مفيش أجمل من ابتسامتك، مفيش أحلى من لحظات رضاك. نتيجة اللي عملتيه فيا، ابتدوا يشنعوا هم. فنان موهوب يدفن فنه لأنه لا يزال يعيش في زمن العاطلين بالوراثة. هو الحق بيزعل يا مختار؟ حق؟ طبعا، كل اللي مكتوب عنك هنا ده صحيح. صباح الخير يا نادي. البس هدومك وتعالي معايا. على فين؟ نخرج نشوف الدنيا. انا زهقان خالص. انت راجل متجوز دلوقتي يا مختار. ايوه بس بكل اسف مراتي مش فاضيالي. ما احنا بقى رجعنا للفراغ والوحده الثانيه يا ست ناديه. بس اخرج معاه ازاي؟ والله بقى ما اعرفش. الناس تقول ايه؟ افرض مراته عرفت. يا ستي ما هو عايزها تعرف. فهمت. يعني عايزني اقوم بدور علشان المدام تغير عليك وتهتم بيك. نادية ما تاخديش المسألة بالشكل ده. حتى لو كانت كده مختار أنا موافقة.
ما اقدرش ارفض لك طلب. حضر لسانك في العشاء؟ لا متسرب حبيبي. ادريس ادريس الست راحت فين؟ الست نايمه في الاوضه البحريه يا فندم. طب روح. حاضر. أكلمك في موضوع خطير جدا. اتفضل اتكلم. أقدر أسألك ليه حضرتك نقلتي في أوضة تانية؟ علشان الأوضة ما بقتش تسعنا إحنا الاتنين. يعني مش فاهم. أعمل لك إيه إذا كنت مش راضي تفهم؟ يعني إحنا الاتنين مش ممكن نعيش في مكان واحد. قصدك بتهجريني؟ ومتصورة إني هخضع لك؟ لا يا عنان. أنا كمان ما بقتش قادر أستحمل استهتارك بيا. أنا حعرف إزاي أوقفك عند حدك.
صباح الفل. صباح الخير. ايه ده؟ إيه، انتي شفت الصور دي؟ ايه. انا اسف، ما كنتش احب انك تشوفيها. ما حصلش حاجة يعني. وما اتضايقتيش؟ تصرفاتك ما بقتش تهمني كتير كده هو؟ وعشان كده بقى انا قلت لعم ادريس يحضر لي الشنط، انا مسافر. مش عايز تعرفي مسافر فين؟ هروح مرسى مطروح، وما يهمكيش كمان تعرفي هيروح مين معايا؟ واحدة ست طبعا. لا مش كل ستات، البنت الحلوة الأمورة دي. أشوف وشك بخير. أنا إذا كنت مش عايزاني أسافر أنا مستعد ألغي الرحلة دي. بالعكس، أنا ما كنتش أحب إن الخلاف اللي بيننا يوصل للدرجة دي، بس أنت السبب. إدريس زمانه حضر لك الشنط. حاضر يا فندم، أنا ماشي، بس المرة دي هغيب مدة طويلة أوي، هرجع لك من غير قلب وهتكوني مش موجودة في حياتي. الطيارة هتفوتك يا مختار. أنت هتندمي على كل اللي بتعملي فيا ده. بفكر الغي السفريه دي. وبعدين بقى دوختني معاك. اتفضل اتفضل. يلا يلا يلا. ايه مالك؟ عباس انا راجع مصر حالا. الله، ده احنا لسه واصلين دلوقتي. ما اعرفش، انا عايز ارجع وخلاص. طب وشال؟ اعتذر لهم، شوف اي طريقه. ايه يا اخويا اللي عامل العيال ده؟ من فضلك يا فندم، اول طياره راجعه لمصر بتقوم الساعه كام؟ بعد ساعتين يا فندم. طيب ممكن ابعت برقيه؟ متشكر. بابا اهلا يا بابا. بنتي حبيبتي، أنا قلب عندي. هو عملها برضو؟ راح فين؟ مختار. أيوة مختار سافر. وانت عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ أنا بقيتش أحتمل تصرفات الراجل ده أبدا. صور فضائحه منشورة في كل الجرايد. النهاردة الصبح أقرأ إنه سافر مرسى مطروح ومعاه واحدة ست. عارفة. عارفة؟ عرفت منين؟ مختار قال لي. هو قالك بنفسه؟ حاجة حلوة قوي. ازاي تسكتي على كده؟ ازاي تسمحي له ينغص حياتك ويستهزأ بيكي؟ انا مرتاحة في حياتي دي يا بابا. ايوه انت مرتاحة، انما احنا لا. اعماله دي فيها امتهان لكرامتك وكرامتنا كلنا، ده لازم يقف عند حده. فعلا لازم يقف عند حده. في يوم من الايام. امتى اليوم ده يا بنتي؟ امتى؟ مش عارفة، أنا مستنياه. إيه هو اللي مستنياه؟
يوم الخلاص. خلاص؟ خلاص من ايه؟ من حبه يا بابا. لا ايوه يا بنت عندك حق، لانه لو استمر في حياته بالشكل ده اكرم لك انك تسيبيه تخرجي من حياته. اخرج من الجنة؟ جنة؟ جنة ايه يا بنت جنة ايه؟ الجنة ما فيش فيها عذاب يا استاذة. ده صحيح، لكن لو الواحد اضطر يخرج منها لازم يختار الوقت المناسب علشان يخرج منها برغبته بدل ما ينطرد. ده صحيح. وفي حاجة تانية، لو خرج منها لازم يسيب وراه عمل عظيم او هدف كبير. عايزة تقول ايه؟ عايزة اقول يا بابا لو سمحت سيبني انا اتصرف. ادخل. تلغراف استلام. تلغراف؟ في واحد تحت يقول من طرف الاستاذ مختار عايز يقابلك شخصيا. طب خليه يتفضل. حاضر. ايه في ايه يعني؟ بحبك 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 مختار. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ عشان كده يا بابا بقول لك انا اعرف مصلحتي كويس. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الاستاذ مختار بعت لحضرتك الهديه دي. شكرا قوي. العفو. ميرسي. حلق الماز. يا الله يا الله، شوفي الفص قد ايه، ده يستاهل الوف الالوف، ده مجنون 100%. الله يكون في عونك يا بنتي. علشان كده يا بابا بقولك ما تشغلش نفسك بيه. شوفي بقى، هو جوزك وانت ادرى بيه مني. ها، سلام عليكم. مع السلامه. عمي اهلا وسهلا. انت ازيك؟ انا كويس يا عمي. سلام عليكم. انا سفريه طولت قوي. لازم كنت بتقول علي اني مجنون. الحقيقه الجنان ده احسن حاجه فيك، عشان كده اتجوزتك. تعرف اني رجعت اوام ليه؟ لاني ما طقتش اقعد دقيقه واحده من غيرك، علشان انت كل شيء في حياتي. يعني انت حياتي عنان. اديني اعترفت لك بكل حاجه، اظن ده كفايه. خلاص، بس نفسي اسمع كلمه حلوه منك، عايز اطمن. لا اطمن قوي. تلغرافي وصلك؟ وكان دمه خفيف خالص، عواطف لاسلكيه. انت بتتريق عليا؟ لا انت صعبان عليا. هديتك كمان وصلت، هدية غالية فعلا، لكن مع الاسف مش هقبلها. ايه؟ مش هتقبليها؟ لاني ما اقدرش ادفع لك ثمنها. بس انا ما طلبتش منك حاجة، كفاية عليا رضاكي، كفاية ابتسامة حلوة. حتى الابتسامة الحلوة مش هقدر اديها لك. للدرجة دي؟ خد، رجع دي وخد فلوسها، الفلوس أضمن. إنما أنا لأ. إدريس! يلا مستني إيه؟ إدريس! أفندم هات الهون. أفندم قلت لك هات الهون. حاضر. يا ريتك تقدر تعمل كده في قلبك. اقدر احطمه، اصحنه. طبعا ما دام قدرت تصحن الحلق مع انه غالي جدا.
كده قلبي ما يسواش. ده اللي انا كنت عايزه افهمه لك من يوم اتجوزنا. قلبك ما يسواش حاجه عندي ابدا. انا اسف يا مختار، انت ماشي في طريق عكس طريقي، مش ممكن حلقه ابدا. فهمت. أحيانا بتبقى صدمة كبيرة زي حبك ليا مع كبير. مختار، لو طلبت منك تضحي علشاني ممكن؟ أنا أضحي بأمري علشانك. أنا مش عايزة حياتك أنت، أنا عايزة حياتي أنا. قصدك إيه؟ تديني حريتي، تطلقني. مش معقول، مستحيل، مستحيل تكوني بتتكلمي جد. لا جد يا مختار، أنت لسه من شوية قلت إنك مستعد تضحي بحياتك علشاني. فرحان لي على حبك العظيم ده وحققت رغبتي. حاضر، انا هحقق لك رغبتك حالا. مختار، كتر خيرك يا طنط، دلوقتي بس اللي افتكرتيني. قلت استنى اما تهدى النفوس. انا رحت العنان. صحيح، وشفتيها وكلمتيها وازيها وازاي صحتها؟ كويسه قوي. وعامله ايه دلوقتي يا طنط؟ هتعمل ايه؟ بتشتغل ليل ونهار بتشتغل. طيب ما جبتوش سيرتي؟ جبنا سيرتك، وكلامها كان معقول لما قالت ان جوازكم من الاول كان غلط. يعني يا ابني، يا ابني حب من طرف واحد عمره ما يعيش. اول حب واخر حب في حياتي اديته لواحده ما بتحبنيش، انا ذنبي ايه؟ هي كمان ملهاش ذنب. ملهاش ذنب؟ كنت عاوزها تعيش معاك على غش، تمثل عليك انها بتحبك. هي قالت لك تقولي لي الكلام ده؟ ايوه، وقالك كمان اذا كنت متصور انها هترجع لك يوم الايام تبقى بتحلم. يا مختار يا حبيبي، فوق لنفسك، حاول انك تنساها، بلاش تعيش في الاوهام كده. بقى يا ست الحاجه المهمه اللي انت عايزاني علشانها، لازم بخصوص مختار. مختار؟ مختار لسه واقف مطرحه ما اتحركش خطوه واحده. طيب وتفسري ده بإيه؟ هو متصور إن أنا هرجع له تاني. قولي لي، بتشوفي أحمد رفعت؟ أحمد رفعت؟ إزاي حاله؟ كويس أوي، لكن إيه المناسبة؟ بتشوفيه يعني؟ أيوه بشوفه، أنت عايزة تقولي إيه؟ ما بيسألش عني. بيسأل؟ سأل عنك كتير أوي، خصوصا بعد ما انفصلتي عن مختار كده. ده حتى طلب مني اني اقابلك. ما قلتليش ليه؟ والله يا عنان، انا شفت انه ملوش لزوم ابدا. مالكيش حق، انا عايز اشوف. ايوه بس انا يا عنان ما اعرفش انك عندك الرغبه دي. تلاقيه ما اتجوزش لغايه دلوقتي. فعلا، لكن ليه الاهتمام ده كله؟ ها، انما ليه ما اتجوزش؟ علشان انت رفضتيه، ده الكلام اللي قاله لي. شفتي؟ يعني انا جنيت عليه، انا لازم ارد له اعتباره. يعني عايزه تعملي ايه؟ بعدين هتعرفي. المهم ان انا عايزه اشوفه بس. ايه رايك لو نعزمه بكره على الغدا؟ ليه؟ عشان انا عايزه كده. عنان، قبل كده انا ما كنتش قادره افهمك، انما دلوقتي حقيقي ابتديت اخاف منك.
اتفضلوا اشرب القهوه في السلام. ايوه. وبعدين ما ده معناه كنت عايز اخد 5 دقايق دلوقتي. تحت امرك اتفضل. أنا كلنا نعرف إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ أنا مش طفلة يا ليلى، أنا بتصرف في منتهى العقل. والعقل يقول إنك تتجوز أحمد رفعت؟ أنا ما عملتش كده إلا بعد تفكير طويل. أنا عارفة إن الجواز رباط مقدس وله تقدير واحترام. ومختار، نسيت حبك لمختار. حب المختار شيء ومستقبله شيء تاني. أنا مش أول ست تتجوز وتخلص لجوزها. تدوس على قلبها. ما فكرتش في مستقبله؟ مصيره؟ أنا ما عملتش كده إلا عشان خاطر مختار ومستقبل مختار. الحب يا ليلى مش مجرد سعادة قصيرة وتسول. الحب لازم ينتج عمل عظيم. مستحيل. مش معقول. يا ابني فوق لنفسك. بقول لك الكتاب هيتكتب دلوقتي. ليه مش عايز تفهم؟ لكن ازاي تبقى فعلا ما بتحبنيش؟ يعني حرام عليك نفسك يا ابني. ايه يا مختار؟ رايح فين؟ مختار! الشهود من فضلك. الاستاذ كامل حسين. كامل حسين. الاستاذ ابراهيم حشمت. ابراهيم حشمت. طيب من فضلكم اسالوها هتوكل مين؟ روح يا كامل. بسرعة محمد. ماذا يقول؟ مين وكيل؟ والدي. ألف مبروك. زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي على الصداق المسمى بيننا. على الصداق المسمى بيننا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. سعادة من كل قلبي. شاكرين يا فندم. ما تقعد تستريح. متشكر. ألف مبروك. إنسان نبيل. قلبه كبير. فعلا فعلا افندم. بقول انسان نبيل قلبه كبير. ها تحبي نقضي شهر العسل فين؟
زي ما انت عايز. انا ما اقبلش ان يكون جوزي انسان عاطل. متشكر قوي يا استاذ احمد. العفو يا استاذ مختار، حاجه عظيمه جدا. ان شاء الله بروفا كمان قبل الحفله ونبقى جاهزين. طيب يا سيدي ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله قريب. الى اللقاء. شكرا. يلا يا استاذ. في واحد من الاذاعه مستنيك في المكتب. طيب. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة اذا كنت اتاخرت عليك. لا ابدا العفو يا استاذ مختار. عمنا مبسوني من اذاعه الشرق الاوسط. حصل لي شرف. اتفضل. شكرا. حضرتك كنت وقعتنا بحديث. ايوه يا فندم انا تحت امرك، بس انا شايف اني ما استاهلش. بالعكس يا استاذ، ده كل اللي سمع البروفات بيؤكدوا انك هتعمل فتح جديد في الموسيقى وهتبقى صاحب مدرسه. بس يا فندم كل ده سابق لاوانه. العبره بالنتائج وحكم الجمهور والنقاد. ان شاء الله النتيجه هتكون مشرفه. بس اقول لك الحقيقه،
انا خايف. لا اطمن يا استاذ مختار، الخوف ده احساس طبيعي عند كل فنان، خصوصا لما يقدم اول عمل له. وعشان كده انا قررت اني امول مشروع من جيبي الخاص، عشان لا سمح الله اذا هذا العمل ما عجبش الناس ابقى انا اللي اتحمل الخساره والمسؤوليه. استاذ مختار ده منتهى التواضع، والتواضع اول صفات الفنان الاصيل. شكرا. في سؤال يا استاذ مختار يمكن تعتبره شخصي شوي. لا فضل، خد حريتك. ايه الدافع اللي خلاك تخرج من حياتك الخاصه عشان تواجه الجماهير بعمل فني كبير زي ده؟ ما خبيش عليك، انا كنت عايش حياه بوهميه سهله ملهاش معنى ولا هدف، وبعدين مريت في تجربة عاطفية. ايوه كانت عنيفة قاسية، لكن انا استفدت منها، حسيت بطعم العذاب وعرفت معنى الالم. ما كانش قدامي حاجة اخفف بيها عن همومي وعبر بيها عن انفعالي غير الموسيقى، الفن الجميل اللي حول الالام الى الحان وترجم العذاب الى نغم. يا سلام، لكن صاحبة التجربة دي تعرف كل ده؟ اتمنى من كل قلبي انها تكون سامعاني دلوقتي عشان اوصل لها اعترافي فضلها الكبير علي. فين يا تعالي يا حبيبتي. فيها المفاجأة الكبيرة اللي كنت مخبيها عنك لغاية ما تتحقق. مفاجأة ايه؟ هنسافر امريكا، اتعينت في منصب كبير في الامم المتحدة ولازم استلم بعد بكرة. يعني لازم نسافر مصر بكرة الصبح، لاني انا حسبائك وتحصلي اللي انت بعدين. ايه مش مبسوطة؟ بالعكس انا مبسوطة قوي. انت وحشتيني كمان. ازيك يا استاذ احمد؟ يا حبيبتي مالك يا عنان، مستحيمه كده ليه؟ الله ازيك؟ الحمد لله انا كويسه، انا كويسه قوي. المهم مختار، حجزت التذاكر؟ طبعا حجزت بنوار. لا برضه كل حاجه. بس هتعملي ايه في الاستاذ احمد؟ احمد مسافر بكره الصبح امريكا.
بيدور علينا، بيبص ناحيتنا، عيني حيرانة يا عنان بيدور عليكي. مش لازم يشوفني، ربنا يوفقه يا رب.
لو توك عمري فاستريح فاستريحي فاستريحي وحاذري وحاذري أن تريحي. حنان بتعيطي؟ حاسه بشعور غريب، قلبي فرحان بنجاح مختار وفرحان لان حققت مجد مختار، وفي نفس الوقت حاسه ان خلاص خرجت من الجنه للابد. يا حبيبتي حنان، انت ضحيتي تضحيه كبيره قوي فوق طاقه البشر. افتكر من حقك ان مختار يعرف الحقيقه. انا ما اقبلش ان يكون جوزي انسان عاطل 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 انسان عاطل عاطل. عارف ان حبي له وسعادتي معاه كان هما تمن المجد اللي وصل له، هيكره فيلم ويسخط على مجده ويحطم مستقبله. يا
لكن ده حرام حرام. انا ومختار مش هنفترق عن بعض الا في الدنيا بس، لكن بعد ما حياتنا تنتهي هنتقابل من جديد باسمى حب الفت الدنيا. Thank you.